جميل، مطر يغسل الشجر والجو فيكون الهواء نقي ودافئة. مرحبا بكم. مرحبا بك. والله كنا نود أن تجلسوا على الأقل 3 أشهر حتى تستفيدوا من الزيارة. إن شاء الله ترتبوا العام القادم أن تأتوا 3 أشهر آمين يا رب. حتى تستفيدوا أكثر. يعني أنتم بدأتم لسانكم ينطلق في اللغة العربية وبدأتم تتحدثون، ثم تعودون. لا، نريد أن تجلسوا كم شهر؟ 3 شهور. أوه، تعودون إلى إندونيسيا وعرب. خذ يا دعاء، خذ يا دعاء. هذه رائحة من مكة، يعني ادي كده، اقعدي عليهم كل واحد ترش عليه رشة. كله يا دعاء. للرجل مثل حظ الأنثيين. هذا الصبغة. هذه الصبغة. ما شاء الله. رائحة. عود. إذا يعطينا سازان كذا والحالب، أيوة، مش ممكن أن ندفع. بارك الله فيك. الكل أكل. محمود. محمود. بس حد الأنثيين. وأنت سيدة دعاء. أنت أنا. تعالي تعالي تعالي، أقول لك كلمة سر. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الرائحة الطيبة. كان يحب الرائحة الطيبة. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، الله بسم رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآثام، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. صلاة يا ربنا تدوم بدوامك وتبقى ببقائك لا منتهى لها دون علمك، صلاة ترضيك وترضي وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم فهمنا، اللهم علمنا، اللهم يسر لنا، اللهم احفظنا يا رب العالمين. كنت قد وعدتكم بمحاضرة عن خصائص اللغة العربية. ما معنى كلمة خصائص؟ مزايا. مزايا، المزايا التي تميز شيئا. كده ايه كده، مش تلفي وتيجي كده. معنى كلمة خصائص؟ مزايا. مزايا، مميزات. مميزات ومزايا. مزايا. خصائص. خصائص كلمة مفرد أم جمع؟ جمع. جمع. ما مفرد كلمة خصائص؟ خصوصية. 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 خصوصية.
خصيصية ولها مفرد آخر خصيصة. خصيصة وخصوصية. خصائص بمعنى مميزات، وهي كلمة جمع مفردها خصوصية وخصيصة. مفردها خصوصية وخصيصة. اكتبوا ورائي وسجلوا، لأني لم أكتب هذه المحاضرة بعد. يعني إذن معنى كلمة خصائص مميزات. وكلمة خصائص كلمة جمع مفردها خصوصية أو خصيصة. 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 تمام. السؤال: لكل لغة خصائص. لكل لغة خصائص. فما خصائص اللغة العربية؟ هذا هو السؤال. اكتب: ما خصائص اللغة العربية؟ من أول السطر اسمع: أعظم خصيصة، أعظم خصيصة أو خصوصية للغة العربية هي أنها ماذا تقترحون؟ أعظم خصوصية للغة العربية هي أنها الله أكبر. علماء أفاضل كرام، أعظم خصوصية للغة العربية هي أنها لغة القرآن الكريم. هذا رجل عظيم، أعظم خصيصة. لماذا أعظم خصيصة للغة العربية أنها لغة القرآن؟ لماذا؟ لماذا أعظم خصوصية للغة العربية أنها لغة القرآن؟ لأن كل المزايا والفضائل التي اكتسبتها اللغة العربية كانت بسبب ماذا؟ بفضل ماذا؟ القرآن الكريم. نحن أخذنا أثر القرآن الكريم في اللغة العربية في المحاضرات السابقة. كل هذه الآثار كانت بفضل وبركة القرآن على اللغة العربية. فالقرآن هو الذي أعطى اللغة العربية كل السمات وكل المميزات وكل الفضائل وكل الخلود وكل الاستقرار وسعة الانتشار كل شيء. فأعظم خصيصة للغة العربية هي أنها لغة القرآن الكريم. من يستطيع أن ينطق هذه الجملة مثلي؟ يلا يا يحيى، خذ الكتاب بقوة. لا مش بقوة، بقوة بقوة. يلا، من يستطيع أن يقول أعظم خصيصة؟ قولوا معي: أعظم خصيصة، أعظم خصيصة للغة العربية، للغة العربية هي أنها لغة القرآن الكريم. أعظم خصيصة، أعظم خصيصة للغة العربية، للغة العربية هي أنها لغة القرآن الكريم. بروح، بجدية، باهتمام، قولوا معي: أعظم خصيصة، أعظم خصيصة للغة العربية، للغة العربية هي أنها لغة القرآن الكريم، لغة القرآن الكريم. من يستطيع أن ينطق هذه الجملة؟ قول يا أستاذة.
أعظم خصيصة اللغة العربية أعظم خصيصة أعظم خصيصة للغة العربية هي أنها لغة القرآن الكريم. تمام، أحسنتي، وأنا أريد أن تقلدني. أعظم خصيصة للغة العربية هي أنها لغة القرآن. من يستطيع أن يقول؟ قول يا أستاذة، قول. أعظم خصيصة للغة العربية هي أنها اللغة القرآن الكريم. هي أنها لغة القرآن الكريم. هي أنها اللغة. لا، ليست اللغة، لغة. هي أنها لغة القرآن الكريم. هي أنها لغة. أيوة، تمام، أحسنت. من يقول؟ النساء أولا، قول. أعظم خصيصة للغة العربية هي أنها لغة القرآن الكريم. أحسنت، هذا عظيم. أعظم خصيصة اللغة العربية بصي بابا، أعظم خصيصة، قولي. أعظم خصيصة للغة العربية هي أنها اللغة لغة القرآن. هي أنها ليس اللغة، لا، هي أنها لغة القرآن. هي أنها لغة القرآن الكريم. أحسنتي، قولي يا أستاذة. أعظم خصيصة للغة العربية هي أنها لغة القرآن الكريم. الله أكبر. عظيم 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 يا أستاذة. النساء 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 النساء، قولي قولي بشجاعة بشجاعة. أعظم خصيصة باللغة العربية هي أنها لغة القرآن الكريم. عظيم 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 عظيم. ها دكتورة أستاذة نريد أن نسمع. أعظم خصيصة للغة العربية هي أنها لغة القرآن الكريم. عظيم 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 عظيم. صوري براحتك من هناك من الآخر. من قولي قولي. يلا تشجعي تشجعي. أعظم خصيصة للغة العربية هي أنها لغة القرآن الكريم. عظيم عظيم عظيم. أستاذة يلا أستاذة. أعظم خصيصة للغة العربية هي أنها لغة القرآن الكريم. عظيم 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 عظيم. نبدأ بالرجال، تفضل أستاذ. أعظم خصيصة للغة العربية هي أنها لغة القرآن الكريم. عظيم عظيم عظيم. أستاذ. أعظم خصيصة للغة العربية هي أنها لغة القرآن الكريم. عظيم. الأستاذ الفاضل. أعظم خصيصة للغة العربية هي أنها لغة القرآن الكريم. الله الله الله، عظيم يا أستاذ، تفضل. أعظم خصيصة للغة العربية هي أنها لغة العربية لغة القرآن الكريم. عظيم. لغة القرآن الكريم. تمام، عظيم أستاذ. أعظم خصيصة للغة العربية هي أنها لغة القرآن الكريم. عظيم عظيم. الله الله أستاذ. أعظم خصيصة
للغة العربية هي أنها لغة القرآن الكريم. عظيم عظيم، الله الله. أعظم خصيصة للغة العربية هي أنها لغة القرآن الكريم. عظيم، الله الله. أعظم خصيصة للغة العربية هي أنها لغة القرآن الكريم. الله الله عظيم. كتابه مسك. وفي ذلك بشجاعة بشجاعة بقوة بشجاعة بقوة. أعظم خصيصة للغة العربية هي أنها اللغة هي أنها لغة هي أنها لغة. أعظم خصيصة للغة العربية هي أنها لغة القرآن الكريم. عظيم، الله الله الله، عظيم عظيم. إذن معا معا أعظم خصيصة للغة العربية هي أنها لغة القرآن الكريم. لغة القرآن الكريم. معا أعظم خصيصة للغة العربية هي أنها لغة القرآن الكريم. لغة القرآن الكريم. تمام، أحسنت أحسنت. إن شاء الله غدا نفصل هذا العنوان، نحتاج إلى توضيح إلى تفصيل في المحاضرة القادمة، نفصل إن شاء الله. ننتقل إلى خصيصة أخرى، إلى ميزة أخرى من مميزات اللغة العربية. من أهم خصائص اللغة العربية أنها لغة معربة. من أهم خصائص اللغة العربية أنها لغة معربة. لغة معربة. معربة. ما معنى معربة؟ يعني أواخر الكلمات عليها حركات. نعم نعم. فتحة، ضمة، كسرة، فتقول لغة، لغة، لغتي، لغة معربة. إذن من أهم خصائص اللغة العربية أنها لغة معربة. نقول معا، من أهم خصائص اللغة العربية هي أنها لغة معربة. معربة. هي أنها لغة معربة. معربة. من أهم خصائص اللغة العربية من أهم خصائص اللغة العربية هي أنها لغة معربة. لغة معربة. عظيم. وعلمنا ما معنى كلمة معربة. هل الإندونيسية لغة معربة؟ لا. هذا هو الصعب، أن الذهن عندك قد أخذ وتعود على نظام اللغة الإندونيسية. اللغة العربية لها نظام مختلف، أنها لغة معربة. أنها لغة معربة. أنها لغة معربة. بقوة. أنها لغة معربة. يا دعاء، أنتم لا تصنعون إفطارا جيدا. لو تفطروا جيدا
لتكلموا بقوة. هذا صحيح يا لطيف. انتبه، نحن قلنا ماذا؟ أعظم خصائص اللغة العربية، أعظم خصيصة اللغة العربية هي أنها لغة قرآن. لكن من أهم خصائص اللغة العربية أنها لغة معربة. الله أكبر علماء، الله أكبر، الله عظيم. من يقول الخصيصة الثانية، خصوصية الثانية من أهم خصائص اللغة العربية أنها لغة معربة؟ النساء أولا. من أهم خصائص اللغة العربية هي أنها لغة معربة. الله أكبر، عظيم عظيم عظيم. تفضلي الأستاذ. من خصائص اللغة العربية هي من أهم خصائص اللغة العربية. من أهم خصائص، من أهم الخصائص. ما فيش ألف ولا ب. من أهم خصائص اللغة العربية هي أنها لغة معربة. لغة معربة، أحسنت. من أهم خصائص اللغة العربية هي أنها لغة معربة. أحسنت. قولوا معي. خصائص. من أهم خصائصي. من أهم خصائصي. فخم. من أهم خصائصي. من أهم خصائصي. اللغة العربية. اللغة العربية. اللغة العربية. اللغة العربية. هي أنها. هي أنها. لغة. لغة. معربة. تمام. نساء قول يا أستاذ. من أهم خصائص اللغة العربية. أيوة. هي أنها لغة معربة. الله أكبر. عظيم 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 عظيم. أستاذة 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 أستاذة. يلا. من أهم خصائص اللغة العربية هي أنها لغة معربة. أحسنت. الله الله الله. أستاذة. قوة. من أهم خصائص اللغة العربية هي أنها لغة معربة. الله أكبر. عظيم أستاذ. من أهم خصائص اللغة العربية هي أنها لغة معربة. لغة. لغة معربة. أحسنتي. من أهم خصائص اللغة العربية هي أنها لغة معربة. أحسنتي. الأستاذة. من أهم خصائص اللغة العربية هي أنها لغة معربة. أحسنتي. الله. أستاذ. من أهم خصائص اللغة العربية هي أنها لغة معربة. الله الله الله. عظيم عظيم. أستاذ. من أهم خصائص اللغة العربية هي أنها لغة معربة. أحسنت أحسنت. أستاذ. من أهم خصائص اللغة العربية هي أنها لغة معربة. لغة معربة. من أهم خصائص اللغات العربية هي أنها لغة معربة. أحسن. أستاذ. من أهم خصائص اللغة العربية هي أنها لغة معربة. أحسن أحسن. قولوا معي. لغة. استنى. لغة. 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 من أهم خصائص اللغة. من أهم خصائص اللغة العربية. من أهم خصائص اللغة العربية. لغة. أنها. أنها. لغة. 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 معربة. معربة.
احسنت. قل ايها الاستاذ الكريم. من اهم خصائص اللغه العربيه هي انها لغه معربه. الله الله الله، عظيم عظيم. من اهم خصائص اللغه العربيه هي انها لغه معربه. الله اكبر، عظيم عظيم استاذ. من اهم خصائص اللغه العربيه هي انها لغه معربه. الله عظيم 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 عظيم. بس انا عايز، والبعض يقول الاخر يصورونه هو قلها مره ثانيه وصوروه هو هو. الله الله. من اهم خصائص اللغه العربيه هي انها لغه معربه. والان مع الفارس القوي الذي سيقول وهو واقف ايضا، صوريه لوحده يعني، فل الفيديو ده وابدأي فيديو جديد واحده واحده. يلا صوروه ايضا. يلا ايها الفارس الشاب. من اهم خصائص اللغه العربيه انها لغه معربه. يلا يا بابا. من اهم خصائص اللغه العربيه انها لغه معربه. احسنت. تمام تمام تمام، شكرا. طيب معا صوري يا صوري. يلا معا جميعا بروح بقوة. يا يحيى يا يحيى خذ الكتابة، خذ الكتابة بقوة بقوة. من أهم خصائصي اللغة العربية هي أنها لغة معربة لغة معربة. من أهم خصائصي اللغة العربية هي أنها لغة معربة لغة معربة. أحسنتم أحسنتم. لو سألتكم ما أعظم خصيصة للغة العربية؟ هي أنها لغة القرآن الكريم. هي أنها لغة القرآن الكريم. هذه أعظم خصيصة. نعم. ما أهم خصيصة؟ الأهمية أقل من العظم. هي أنها لغة معربة. أحسنتم أحسنتم، عظيم. لماذا لا تشربون العصير؟ فين محمود يا دعاء؟ أين محمود؟ هو انت الراجل يضرب ديك عصير وحاجات كده؟ انت منوها وتجيبه؟ طب انا اريد ان اعطيكم مكافأة على حسن الاداء الان. ماذا تريدون ان يعني، ما المناسب ان نأتي لهم به؟ عصير اخر مثلا؟ في عصير. في ايه تاني؟ في هذا نجيب الفواكه. هذا يكفي. نأتي لكم بفاكهة الموز واليوسفي؟ هذا طيب؟ من يوافق على الموز واليوسفي البرتقال الصغير هذا يرفع يده. من يحب الموز واليوسفي يرفع يده. من يفضل عصير آخر يرفع يده. عصير.
أشعر حيا. كله أم أنكم تريدون الاثنين معا؟ يكفي. عصير أم فاكهة؟ تريدون عصيرا أم فاكهة؟ فاكهة. فاكهة. من يريد فاكهة يرفع يده. موز بس موز. موز جميل. جميل. يلا هاتي موز طيب حلو. قولي اللي تحت البيت الرضا أو يجيبوا من هنا من الراجل اللي جنبينا ينقوا موز حلو. أنت عارف عددهم. على الأقل كل واحد موز كده. يلا. موز بس حلو. موز كويس. هي أنها لغة معربة. معربة. أريد منكم أن تنطقوا هذه الكلمات وأنتم تأكلون وأنتم تجلسون. هذه عبارات مهمة لحفظها. يعني أثر القرآن الكريم في اللغة العربية أخذنا كم؟ سبعة. أريدكم أن تقولوها مثل هذا. ثم قبل ذلك أخذنا اسمع وتكلم فأخذنا أهم الملامح لها فأيضا تقولونها وسوف نراجع مرة واثنين معا وأيضا خصائص اللغة العربية تقولونها هكذا حتى إذا ما عدت إلى إندونيسيا يمكن أن تفيد تلاميذك بهذه المحاضرة. اللغة العربية فيها مفردات وكلمات كثيرة جدا. فيها كلمات ومفردات كثيرة جدا. وهذا يساعد على التعبير الدقيق عن المعاني. يساعد على التعبير الدقيق عن معاني. معاني. لذلك من أهم خصائص اللغة العربية أيضا سعة. سعة. ألا تقولون له سعة؟ سلام. سعة. مفردات. سعة. مفردات. أي كلمات. أي كلمات. سعة مفردات اللغة العربية. اكتبوا سعة مفردات اللغة العربية. دي الخصيصة الثالثة. الخصيصة الثالثة. يعني اللغة العربية بها مفردات بها كلمات كثيرة جدا أكثر من أي لغة. مفردات اللغة العربية. سعة وكثرة مفردات اللغة العربية. وهذا يساعد على الدقة في التعبير عن المعاني المختلفة. يساعد على الدقة في التعبير عن المعاني المختلفة. وهذا يساعد اكتب. وهذا يساعد على التعبير بدقة. باء دال قاف تاء مربوطة. بدقة. أيوة. باء دال قاف تاء مربوطة. وهذا يساعد على التعبير بدقة عن المعاني المختلفة. المعاني المختلفة. Thank you.
هذا يساعد على التعبير بدقة عن المعاني المختلفة. المعاني. عن المعاني المختلفة. أضرب لكم مثلا حينما يكون لك خزانة، تعلمون الخزانة التي نضع فيها الأموال المقامات للسادة الأولياء، ليست مقابر، قل مقامات السادة الأولياء، مقامات السادة الأولياء، الإمام الشافعي، الإمام السيوطي، ابن عطاء الله. طيب وتدعون لي معكم؟ نعم تدعون بدعاء يتم الله شفاءنا وبالصحة إن شاء الله. ندعو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الله بسم الذات اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفنا وأقل عثرتنا وأذهب حزننا وحرصنا وكلنا وخذنا إليك منا ولا تجعل فينا مفتونا بنفسك ولا محجوبا بحسه واكشف لنا عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. اللهم احرصنا بعينك التي لا تنام واحفظنا في كنفك الذي لا يرام واحمنا بقدرتك إنك على كل شيء قدير. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. ربنا اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا. اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها ملطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم فهمنا اللهم فهمنا اللهم علمنا اللهم اشرح صدورنا اللهم اشرح صدورنا. اللهم احفظنا من كل مكروه وسوء واعدهم الى بلادهم سالمين عالمين مؤمنين صالحين علماء اذكياء اولياء يا رب العالمين ببركة النبي صلى الله عليه وسلم والسادة الأولياء والصالحين والتابعين وجميع مؤمن وكل مؤمن تقي وعالم وولي وصديق وشهيد يا رب العالمين. آمين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنتم الآن تراجعون معا، تراجعون وتنطقون وهكذا. كلما هل استعمال أم المهارة أبو المهارة وأم المهارة وخالة المهارة وعمة المهارة وعائلة المهارة. الاستعمال الممارسة كلما تكلمت كثيرا كلما أصبحت لديك مهارة واللغة تصبح سهلة وصليقة إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.